تحياتي لك أخي شادي وللسادة المشاهدين. في الحقيقة يبدو أن النظام بدأ في المرحلة الثانية طبعا بعد أن أنهى مرحلته الأولى بالسيطرة على الطريق العام حلب دمشق، يبدو أنه يريد أن يلحق المرحلة الثانية بالمرحلة الأولى، حيث هناك معارك عنيفة تدور الآن على بلدتي الشيخ دامس وعنتوتين. طبعا ميليشيات النظام تقدمت إليهما، من الجدير بالذكر أن هاتين القريتين هما نقاط فصل بين ميليشيات النظام وبين الثوار. النظام بعد كل هذا الأيام التي مرت كانت هناك هدوء، وكانت له خلال الليلة الماضية وخلال يوم أمس عدة محاولات بالتقدم، ولكن كل المحاولات باءت بالفشل. المعلومات التي لدينا أن النظام تقدم إلى هاتين القريتين وهناك اشتباكات بين الثوار وبين ميليشيات النظام. طبعا القصف متواصل على كل قرى معظم قرى وبلدات جبل الزاوي، سواء كان بالقصف المدفعي والصاروخي من الحواجز التابعة لميليشيات النظام أو بالقصف الجوي بطيران العدوان الروسي، حيث غار طيران العدوان الروسي اليوم عدة غارات على مرعيان ومحمل وكن صفرة، حتى أنه غار على قرية الشيخ مغار بريف حماة الغربي، وكانت هناك غارة قريبة من نقطة المراقبة التركية الواقعة في شين مغار، حيث أيضا كانت هناك عدة قذائف مدفعية وصاروخية سقطت بجوار هذه النقطة مصدرها الحواجز التابعة لميليشيات النظام. طبعا القصف أطال أيضا رتل للجيش التركي في بلدة البارة، وهناك جرحى سقطوا من جراء القصف المدفعي والصاروخي من الحواجز التابعة لميليشيات النظام على قرية البارة، حيث استهدف هذا الرتل وهناك جرحى. المعلومات التي وردتنا عدد الجرحى 5 من الجنود الأتراك، ولكن هناك جرحى، هذا الأمر هذا الخبر مؤكد تماما. إذا القصف متواصل سواء كان على نقاط المراقبة، وعندما نقول أن المدفعية الجيش التركي استهدفت نقاط تابعة للنظام، لا يمكن أن تسمع أصوات المدفعية إلا ردا على مقتل جنود لهم أو إصابات جنود لهم. يعني إذا سمع المدفعية التركية أطلق القذائف، هذا يعني أن لهم جنود أو قتلوا، على الأقل أضيبوا ذلك في الحد الأدنى، لأن النظام يستهدفهم بشكل مباشر. حتى أن طيار العدو الروسي بات يشن غارات بالقرب من هذه النقاط التي التابعة للجيش التركي. نعم، شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات من ريف إدلب، الناشط الإعلامي محمود الحموي.